من أسبوعين تقريبا كنا بنتابع مع حضراتكم أول بطولة عالم للكراسي المتحركة لكرة اليد اللي أقيمت طبعا في مصر، ومنتخبنا حصد فيها الميدالية الفضية، وده بنعتبره أو بيعتبر إنجاز فعلا حقيقي جدا لأصحاب الإرادة زي ما بيتقال كده. خلينا نرحب بأبطالنا ونفهم أكتر ونعرف عن الرياضة دي أكتر ومشاركتهم كمان وإيه اللي نفسهم فيه وإيه اللي ناقصهم. خلينا نرحب بكابتن محمد فرج كابتن المنتخب وكابتن سامي منصور أيضا لاعب منتخب مصر للكراسي المتحركة. صباح الفل. صباح الورد. والله منورينا في قناة الأهلي وفخورين بيكم، وكلمنا بقالنا أكتر من كذا يوم على هذه البطولة وفكرة مشاركة مصر وأول مرة وإنجاز على فكرة محترم جدا، حتى لو بنتكلم في ميدالية فضية بس لأ الموضوع يمكن أول مرة وباخد فضية، أما لو كملت ولو استمريت وأخدت اللي أنا محتاجه كمان من دعم مادي ومعنوي هوصل لفين. خلينا أبدأ معاك كابتن سامي. طيب نبدأ هبدأ معاك كابتن سامي وتحكي لنا كده البداية بالظبط، وأصلا يعني مشاركتك بقالها كام سنة أصلا في الرياضة دي؟ بقالك قد إيه بتتمرن؟ والله هو أنا أصلا رياضتي الأساسية كرة السلة على كراسي، تمام؟ أنا بلعب منتخب من 22 سنة ومحلي من 25. تمام. كرة اليد دي يعني إحنا بالظبط دي مش لعبتنا الأساسية، ومفيش أصلا كرة يد في مصر، يعني إحنا عسكرنا قبل البطولة حوالي 40 يوم بالظبط. انا سمعت كان حاجه قصيره جدا يعني. ايوه يعني حاجه يعني بصراحه يشكر عليها اول حاجه طبعا دكتور حسن مصطفى، دكتور محمد الامين، دكتور عادل عضو مجلس الاداره والمشرف على الفريق، والجهاز الفني المحترم طبعا كابتن ابراهيم نصر وكابتن وائل عبد العاطي، دكتور روماني، كابتن كرم مرسي، وكل ابطال منتخب مصر. طبعا دي حاجه زي حضرتك ما قلت كده يعني، يعني بالمقاييس استحاله يعني ان انت تعسكر 20 40 يوم في لعبه انت ما تعرفش عنها اي حاجه، لسه اول مره بتمارسها وتجيب تاني عالم. ده طبعا يعني انا بسميها اعجاز بصراحه. يعني ازاي تم اختياركم وازاي يعني حسيتوا ان احنا ممكن في الرياضه دي كره اليد بقى نقدم؟ يعني خلينا نروح ليك كابتن محمد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم بشكركم على الاستضافه الجميله ده، ومش يعني ده مش جديد على قناه الاهلي بصراحه اهتمامها بالرياضه عامه واهتمامها بذوي الهمم في مصر. ده بيسعدنا والله، بنشكركم بجد بجد، دي لفته جميله من القناه الاهلي. بدايه كده كان اوكي تم الموافقه على اقامه بطوله كاس العالم لكره اليد في مصر تحت رعايه السيد رئيس الوزراء. عملوا اختبارات فعلا لبعض اللاعبين في مصر كانوا عاوزين يعملوا فريق لكره اليد يمثل منتخب مصر في كاس العالم. احنا كفريق كره السله احنا ما رحناش الاختبارات اصلا. فهم كانوا بيدوروا طبعا كاس عالم والناس بتلعب، عايزين ناس بتتحرك بكرسي. اولا احنا اتوجه بالشكر للدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البرلمانيه عندنا، لان هو من اوائل الناس اللي قاعد معانا كمنتخب مصر كره السله، وطلب مننا اللي احنا كان التكليف امر تكليف اللي احنا نروح نمثل مصر في كره اليد. احنا في الاول كان في اختلاف وفي اعتراض لان احنا كان عندنا كاس العالم لكره السله في 15 11 في دبي، احنا صاعدين كاس العالم لكره السله. فقلنا احنا الفتره قصيره والموضوع، فالدكتور حسام بصراحه قال انا هوفر لكم كل الامكانيات اللي انتم عايزينها، بس يا جماعه دي مصر ودي مهمه وطنيه. بعيدا عن اي حاجه لازم تمثلوا مصر، لان فعلا اختيار كنتوا 90% انتوا بتتحركوا بالكرسي كويس. غير اي حد في مصر، احنا عندنا الكراسي اللي بنلعب عليها دي كراسي مصممه بره خارج بره في شركه ارشكي انجلترا، كراسي متقاسه على مقاساتنا شخصيا. فاحنا بنأدي بيها، احنا متمكنين كرسي غير اي حد في مصر بيتحرك بكرسي شخصي، فكرسي الشخصي غير الكرسي الرياضي. ده ليه تحركاته لا ابعاد وده ليه تحركاته لا ابعاد. اوكي. فتم اختيارنا وتكليف من الدكتور حسام، فمن مكاني هنا بشكر الدكتور حسام على ثقته الغاليه. بشكر مجلس اداره اللجنه عندنا على ثقتها الغاليه، وقال لنا كده يا جماعه انا مش مطلوب منكم حاجه، مطلوب منكم تتشرفوا مصر تكونوا موجودين الطبيعي وتعملوا اللي عليكم، يعني ما حطش بريشر او ما حطش ضغط عليكم من الاول. ده يمكن ساعد الطبيعي ان انتوا هتعملوا سادس. يا الطبيعي يعني هو ما كانش عنده ثقه ان انتوا اول لا الطبيعي كل تشاد. طب حاجه جديده بالظبط 40 او 45 يوم، فاخدونا ودونا صاله الدكتور حسن مصطفى فيها فندق. احنا كنا مكونين من 10 شباب واربع بنات. في النهايه خالص صفينا جهاز فني صف على 10 لاعبين، 8 شباب وبنتين. واللعبه دي كلاسات يعني اعاقات مختلفه، يعني مش كل المعاقين زي بعض، يعني في فئات طبيه مختلفه، يعني في تصنيف بيبدا من 1 بونت 2 بونت 3 بونت، كل واحد حسب اعاقته. اللي قاعد على كرسي غير اللي ماشي بعكازين غير اللي ماشي بيزك غير اللي عنده بتر، فدي كلها اعاقات. واحنا بننزل الملعب مرتبطين بتصنيفات طبيه، التصنيفات الطبيه دي 12 بوينت. فلازم أن يكون عنده تصنيفات متنوعه. موجود ميزه في منتخب مصر كره السله مش موجوده في منتخبات في العالم، اللي عندها التصنيفات الطبيه الصغيره كتير جدا جدا وقويه، يعني اللي عقده صعبه بس هو قوي.
دراعاته قويه فبيقدر ينافس. فالحمد لله رحنا وعسكرنا وبقينا يعني كان معانا الكابتن ابراهيم نصر والكابتن وائل عبد العاطي مدير فني لكره اليد، فقعدوا يتكلموا معانا اللي هم بقى يجيبوا لنا فيديوهات ويجيبوا لنا ماتشات ونتفرج، مش بعيد علينا ان احنا نشارك. فالدكتور حسن جه قعد معانا، هتعملوا يا اولاد؟ قلنا له ان شاء الله احنا هننافس على النهائي. احنا بنقولها وانتوا نافستوا على النهائي مع البرازيل. احنا بنقولها يعني حضرتك، انا كابتن المنتخب اما بيسمعها مني فبص لي واستغرب. قلت له ان شاء الله احنا ننافس على النهائي ان شاء الله. ان شاء الله احنا كان عندنا عزيمه واراده ان احنا نمثل مصر في كاس عالم بيتلعب في مصر، فلازم نظهر بشكل كويس اولا. لازم ربنا يعني كنا فعلا فعلا كل الشكر وكل الاحترام من المجموعه اللي كانت موجوده برئاسه الجهاز الفني واللاعبين. بس انا عندي سؤال يعني ليكوا برضو كابتن سامي وكابتن محمد، يعني انتوا ما كنتوش عارفين ليه قبلها بفتره اطول؟ يعني هل البطوله تمت وكل حاجه تم تنظيمها وتحديدها قبل ب 40 يوم مثلا؟ كان في هم برضو عشان ندي لكل واحد حقه، هم احنا 15 مليون معاك في مصر. 15 مليون فبالطبيعي اي مسؤول يقول انا هعمل منتخب يد على ما انزل اعلان هيجي لي ملايين معاقين. طب مين اللي هيقدر ينافس يقعد على كرسي ويتحرك؟ لان انا بتحرك بالكرسي. أيوة فتره الاختبارات ما كانتش من بدري. وكمان عشان برضو نقول لا، الاهم من ده كله انا هجيب مين يلعب كرسي؟ هجيب واحد يتحرك بكرسي كويس ولا واحد قوي وما بيعرفش يتحرك بكرسي؟ لا لازم حد طبعا عنده امكانيات، لان دي بطوله احنا بنتحرك، دي لعبه جماعيه، ممكن وانا بمشي بالكرسي ممكن اعور زميلي طبعا. لو انا مش متمكن زي اي حد سائق عربيه لو هو اصلا مش متمكن من السواقه هيموت ناس كتير. صح. احنا بالنسبه لنا الكرسي كذلك، الكرسي جزء من حياتنا، احنا عايشين على الكرسي ده، احنا بنتدرب صبح وليل بالكرسي، بنتحرك بالكرسي. بس مش الفريق كله يعني الفريق كله على كراسي؟ الفريق كله احنا بنتحرك، في ناس بتتحرك بتمشي اللي عندها عقدة مخالفة، بس في اللعب كلنا على كراسي. اللعب كله على كراسي، كله على كراسي. فده اهلنا بسرعه، ادى للجهاز الفني 80% من منتخب جاهز، بقى فاضل له بس الخطط وقوانين اللعبه. حلو. قعدنا ال 40 يوم دول بيشرحوا لنا الخطط والقوانين، احنا جاهزين بدنيا في الملعب. اصلا ماتش السله احنا بنلعبه، ماتش السله 4 أشواط في 10 دقائق، ممكن يوصل لساعه ونص. ماتش اليد 10 دقائق و10 دقائق ملعوبين، ماتش السله الساعه بتقف. ايوه. فال 10 دقائق و10 دقائق ملعوبين دي بالنسبه لنا حاجه عاديه. يعني حاجه يعني احنا عندنا البدني. حلو. الحمد لله والحمد البدني، فكانت الدنيا احنا كنا متشجعين. وكمان لما قالوا البطوله باسم تحت رعايه السيد رئيس الوزراء والدوله كلها متابعاها، فابتدينا نشد على عذرنا، بقينا نعمل اجتماعات مغلقه ما بيننا وبين بعضينا، اجتماعات مع الجهاز، ركزنا اللي احنا قلنا بجد بجد احنا كان حلمنا نجيب الذهب. بص يعني انا هرجع لكم تاني، بس خلينا ناخد المداخله دي برضو، لان داخله غاليه جدا. كابتن وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب الكراسي المتحركه لكره اليد، عشان نعرف برضو كابتن وائل تحديدا يعني الانجاز ده في ايام مش كبيره، 45 يوم بنتكلم تحديدا، ازاي يا كابتن وائل قدرت تحقق ده؟ اولا طبعا مبروك علينا، وعلى فكره الفضيه دي لا تقل اهميه او يعني قدرا عن الذهبيه في اللي انا بسمعه من من كباتن دلوقتي، واللي سمعناه برضو من تصريحات حضرتك المختلفه، فترة قليلة جدا للإعداد، ولكن إنجاز برضو محترم. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليكي وعلى كل المشاهدين وعلى الكباتن الكبار اللي هم سبب فرحتنا. لا يعني عايز أعرف السر كابتن وائل، يعني هم بيحكوا لنا 40 و45 يوم وفضية، الموضوع إزاي تم كده؟ يعني طبعا ما شاء الله، بس حاجة مش معتادين عليها أو مش حاجة عادية. والله عايز أقول لحضرتك هو بركة ربنا، الناس دي اشتغلت بجد. الجهاز اللي كان موجود جهاز محترم، كابتن ابراهيم اخونا الكبير وابو الرجاله اللي قاعده دي بتلعب جايبين الفضيه لمصر، كابتن كرم مرسي، دكتور روماني، دكتور عادل عضو مجلس الاداره اللي كان حقيقي مجموعه كانت عامله سيمفونيه حلوه. يعني في تناسق كده في الادوار، كل واحد بيعمل دوره، كل واحد حتى لو مش دوره ممكن يساعد، لو في ان هو يساعد يساعد. فحقيقي كان المنظر العام والجو يقول ان شاء الله خير. حلو. ده من بدايه الاعداد. عايز اقول لحضرتك احنا تقريبا بدانا رسمي يوم 17/8. 17/8 الرجاله ديت كانت تقعد في المعسكر تقريبا من الجمعه للجمعه، كنا بندي راحه يوم الثلاث الصبح وراحه يوم الجمعه الصبح، وساعات الراحه ديت كمان بتبقى جيم. فهم تعبوا حقيقي. ورب سبحانه وتعالى ادهم تعبهم. وهم دخلوا البطوله او دخلنا البطوله ماشيين واحده واحده، الماتش بماتش، الماتش نفسه منقسم لماتشين. الشوط الاولاني ده ماتش في حد ذاته، والشوط الثاني ماتش في حد ذاته.
فده يعني خلى اللعيبه حقيقي تركز، خلى اللعيبه تبقى فاهمه احنا داخلين على ايه وعايزين ايه وماشيينها ازاي، والحمد لله كانوا مركزين كويس جدا، والحمد لله ربنا يعني كرم وبارك ان هم خدوا ميداليه غاليه قوي، اول بطوله عالم في وقت قليل. حقيقي انا يعني بشكرهم وليا الشرف ان انا اشتغلت مع رجاله زيهم. تمام. وبيتين زي الفل يعني حاجه حقيقي تشرف. طيب كابتن وائل، دلوقتي احنا هنتكلم ان الفريق او المنتخب يعني الاعضاء بتوعه خلاص بقوا يعني زي ما بتقال كده تسكنوا، ولا احنا كانت فتره مثلا شورت نوتس فانا حطيت لعيبه معينه بس هم كمان عشان بيلعبوا لعبه اخرى بيلعبوا كره سله، فيعني هل هيبقى في بديل للعيبه ولا هم هيشاركوا دايما في الكراسي المتحركه لكره اليد ومعاها السله عشان نبقى فاهمين؟ والله عشان اكون صريح مع حضرتك، هي القصه كلها تلخص مش في السله او اليد، تلخص في مدى اتقانه الكنترول على الكرسي. هو ده الفيصل ما بين اي فرقه وفرقه. يعني بيعرف يعمل كنترول كويس قوي على الكرسي بتاعه وعنده سرعات وعنده تحكمات في الكرسي، هو ده اللي بيديه الاولويه. بعد كده احنا بنعلمه اللعبه ممكن باسكت ممكن هاند بول. يعني هم هيلعبوا هنا وهنا، ده اللي احنا نقدر نفهمه. انت عارفه برضو عشان نكون صراحة، العدد اللي شاطر في الكرسي في ناس كتيره جدا بتلعب وموجودين وبيلعبوا على الكرسي، لكن للاسف ما عندهمش السرعات اللي تطلب منافسه على مستوى عالي جدا زي كاس العالم. يعني احنا عندنا اثنين لعيبه سرعه جدا، يعني لما جينا قابلنا البرازيل عندهم اثنين اسرع من الاثنين السرعة اللي عندنا. ايوه في امكانيات مختلفه. بالظبط كده، فهي كتر الاحتكاك، ولو طبعا ظهر لعيب اثنين ثلاثة ما هو ده افاده وزياده للقوام المنتخب، ما تخليش حد يزعل، بل بالعكس احنا هنعمل كده اصلا. يعني احنا لازم ندخل عناصر جديده في الفرقه عشان نطعم الفرقه بعناصر شابه وعناصر عندها سرعات عاليه. كل التوفيق لكم كابتن وائل، فخورين بيكم لغايه اللحظه دي حقيقي، وان شاء الله مزيد من التألق في اللي جاي باذن الله. طول ما في رياضيين كده بيرفعوا اسم مصر ده شيء بيسعدنا كلنا بجد. شكرا لك كابتن سامي. انت قاعد ساكت ليه؟ مش عارفه انت جاي قاعد ساكت جدا. سمعنا صوتك كده يعني جزء من الطبع. هو كابتن سامي هادي اصلا. جاي من السفر دي كلها واحد ساكت. انتوا جايين لنا منين؟ لا انا من القاهره، من هنا من الجيزه، لكن هو من دمنهور. انا من دمنهور. سفريه. طب يعني السفر ده كله ونيجي قاعدين طلع لجواك بقى. خليني اسالك كابتن سامي مبدئيا لو تسمحوا لي اسال، ده هي معظم الاعاقات الموجوده دي بتبقى منذ البدايه ولا دي بتبقى نتيجه اصابات؟ والله هي مختلفة. في يعني في ناس بتتولد بالإعاقة، وفي إعاقة بعد كده، في مثلا اللي هو زي البتر، حوادث كمان. فهي الإعاقات بتبقى مختلفة يعني. تمام. طيب رحتوا وشاركتوا ولعبتوا قدام البرازيل، وده طبعا منتخب تقيل جدا. البرازيل متفوقة في رياضات مختلفة حتى في الكراسي المتحركة هي. يعني لكرة اليد. طيب حسيتوا بقى أو كابتن سامي نفسه في الخطوات اللي جاية إيه من ناحية هنا السلة وكمان اليد للكراسي المتحركة؟ والله بص، هو طبعا حلم اي لاعب ان هو يلعب كاس عالم. بالظبط. الحمد لله ربنا يعني وفقنا ان شاء الله، ويعني لعبنا كاس عالم يد، بس يعني طبعا كاس عالم سله برضو يعني ده يعني حلم كبير، لان دي اصلا لعبتنا الاساسيه. فيعني يعني حلم كبير ان احنا نلعب باثنين كاس عالم في يعني في وقت قليل، يعني دي حاجه كبيره وحاجه كنا يعني انا عن نفسي دايما بحلم بيها ان انا العب كاس عالم، فالحمد لله ربنا كرمني باثنين كاس عالم. فدي حاجه جميله يعني. منتهى الصراحة، إيه اللي ناقصكم؟ يعني خلينا نتكلم، وده ما بيبقاش ذم في حد، هل في دلوقتي دعم معنوي كافي؟ هل في دعم مادي كافي؟ هل في اللي هي زي ما بتقال كده الإمكانيات، الكراسي والحاجات اللي زي كده؟ هل في طبيب موجود؟ هل في أخصائي نفسي؟ يعني هل في أي حاجة ناقصاكم؟ منتهى الصراحة. والله عشان إن يعني أكون منصف، الفترة اللي إحنا عسكرنا فيها لكرة اليد يعني بصراحة اتحاد كرة اليد ما تأخرش عن أي شيء. دي حقيقه يعني كل الامكانيات اللي احنا كنا محتاجينها اتوفرت. هو بس طبعا عشان الفتره كانت قليله، فكان المفروض ان احنا كنا هنطلع معسكر طبعا عشان يعني كنا محتاجين نلعب مباراه وديه، بس ما حصلش نصيب يعني لظروف باكستان كان حصل فيضان والكلام ده. فطبعا ايه السفريه يعني ما تمتش، بس يعني امانه دي حقيقه يعني هم وفروا لنا كل ما نحتاجه، عشان كده الحمد لله يعني مع خبرات اللعيبه طبعا اللي هي متراكمه بالنسبه لنا، فالحمد لله قدرنا نعمل حاجه كويسه.
بس انتوا ما بتصرفوش على السفريات او على الاقامه او الحاجات دي كلها متغطيه طبعا؟ لا لا طبعا اتحاد كره يد شايل كل حاجه ووفرنا كل حاجه سواء مادي او معنوي. ده مهم، ده مهم جدا. طب كابتن محمد اللي جاي بقى ايه ان شاء الله؟ هي بس بطولات او المنافسات اللي هي في نقطه مهمه جدا لازم المشاهد يعرفها. اتفضل. الكراسي اللي احنا كنا بنلعب عليها دي موديل 2012. الكراسي اللي كان بيلعب عليها منتخب برازيل موديل 21. لا الكراسي دي دي موديلات زي العربيات كده بالظبط. احنا بنلعب على الكراسي دي من سنه 2012 كانت مفصله على قدنا. فالكراسي خلاص الماتيريا بتاعتها والخامه لولا الاتحاد ساعدنا بالكراسي اللي هو اداها لنا اللجنه عندنا برئاسه دكتور حسام اللي احنا نساهم في البطوله ونشارك في البطوله دي ما كانش هنظهر بالشكل الحلو ده ولا بالعزيمه والاراده دي. اللي انا بتمناه الفتره الجايه يبقى في اهتمام من جميع الانديه في مصر ونشوف ليه ما يكونش عندنا فرق كره يد في جميع الانديه ويكون في عناصر كتير يكون على مستوى المحافظات يبتدي ينقوا خامات منها تكون كويسه برده تشارك في المنتخب. دي هتبقى حاجه دافع قوي يعني. ريت كل الانديه دلوقتي اللي هي عندها فرقه سله يبقى عندها سله ويد. ايه المانع؟ هو نفس الكرسي بتختلف بس في جون ممكن اجي اعمل الجون دوت او اشتريه اتحاد اليد يساعدهم. هيبقى في كده ممكن نجيب اكبر عدد ممكن من اللاعبين في مصر ويبقى في عند الجهاز الفني عنده حريه الاختيار كلام زي ما قال الكابتن وائل. يعني انا بتمنى اللي اللعبه تنتشر كل المنتخب البرازيلي اللي احنا بناه متسجل من 2005 عنده 32 فرقه في الدوري. 32 هم لعبونا يعني بيقولوا استحاله انتوا بقالكم 40 ولا 45 استحاله صح. احنا كان عندنا عزيمه واراده ان كل الفريق بلا استثناء كان عنده عزيمه واراده يحقق نتيجه ويهدي رئيس الجمهوريه. هي كان عندهم عزيمه احنا كنا قاعدين متفقين انا ككابتن فريق تهديها لمصر يعني لمصر كلها كمان لان الرئيس خد جايزه طبعا احنا بنهدي عليها جايزه اهتمام ذوي الهمم فاحنا كنا عايزين يهدوا له ميداليه يعني الفريق كله كان مصر اللي هو يهدي الرئيس ميداليه. ربنا يوفقكم في اللي جاي ان شاء الله كابتن محمد بجد واحنا بنتمنى ان انتوا تبقوا معانا بقى وباذن الله المره الجايه تكونوا يا في السله يا في الكراسي المتحركه لليد معاكم الذهبيه ان شاء الله. احنا ايوه كابتن سامي ده وعد مننا ده وعد منك قصدي مننا ازاي. اي مهمه وطنيه نكلف بيها نكلف بيها. احنا كلفنا بمهمه وطنيه. اي مهمه وطنيه نكلف بيها هنخش نقاتل لغايه النهايه. هو ده او هي دي الروح اللي احنا عايزينها. ربنا يوفقكم. تاني هرجع اقول اي حد بيرفع اسم مصر في الخارج ده بيرفع اسمنا معاه. فبالتوفيق ليكم باذن الله منورتونا وترجع بالسلامه بقى برده قدامك مشوار كبير كابتن سامي. ربنا يوفقكم يا رب. شكرا. هنروح فاصل عشان نرجع بعد كده وهينضم لينا الاستاذ ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي وملف في غايه الاهميه. خليكم معانا.